بحث الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مع رئيس لجنة الأمن القومي بجمهورية كازاخستان ساكين بايف بيرمك ييرمك علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان الصديقة وأفاق تنميتها على مختلف الأصعدة إلى جانب عدد من القضايا التي تخدم البلدين وذلك على هامش فعاليات مؤتمر حوار المنامة وقد استعرض الجانبان علاقات الصداقة وفرص تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركه